اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. اليوم سنتحدث عن الكهرباء ونقول من البدايه، هل من المنطق والمعقول ان يستمر شعب العراق طوال 17 سنه بالمطالبه بتامين الكهرباء المستمره؟ هل استعصت مشكله الكهرباء في العراق برغم ما يقال عن تخصيصات مالية كبيرة تجاوزت 100 مليار دولار لإعادة الكهرباء؟ العارفون ببواطن الأمور في العراق يصفون مشكلة الكهرباء على هذا النحو، ويقولون مشكلة الكهرباء هي مشكلة سياسية اقتصادية اجتماعية في آن واحد. كيف ذلك؟ عندما تسألهم كيف ذلك يقولون هي مشكلة سياسية واقتصادية تتعلق بأحزاب السلطة. أحزاب السلطة في العراق ترعى مصالح إيران أولاً، هذه الأحزاب الطائفية ترعى مصالح إيران أولاً، الوصي على العملية السياسية والوصي على العراق والمتغلغل في كل الأجهزة العراقية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكل الأجهزة والخدمية. فهذه الأحزاب تنسق مع السلطات الإيرانية لعرقلة أي حلول لمشكلة الكهرباء. وفي ذلك مصلحة طبعا لهذه الأحزاب ولإيران. كيف يجب أن يستمر من النهاية؟ يجب أن يستمر استيراد الكهرباء من إيران، لأن ذلك يعود على إيران بمليارات الدولارات سنويا، فيجب أن يدفعها العراق، وهذا ينمق الاقتصاد الإيراني ويعطيها فرصة للكسب على حساب العراق. هذا من ناحية. الناحية الأخرى، يضيف فوائد مالية إلى الأحزاب هذه، تأخذ ما يسمونه كومنيشنات، حصص من هذه العقود لصالحها لتأمين هذه العقود مع إيران. هذا الجزء الثاني. الجزء المهم يعبر عن ولاء هذه الأحزاب لإيران، لأن هذا الولاء مهم بالنسبة لإيران، وبذلك يعبرون عن ولائهم لإيران، وهذا الجانب مهم جدا جدا، وإخلاصهم لإيران. وإيران تسعى إلى طبعا مشروعها الخاص بالعراق، جزء من عنده مهم أن يستمر التخريب الممنهج في العراق، استمرار التبعية السياسية والاقتصادية للعراق لإيران، لأن بذلك يسهل عملية سيطرة إيران واستمرار هذه السيطرة على العراق. توفير الكهرباء من إيران أيضا اجتماعيا يحمل المجتمع العراقي. هذه الأحزاب تعطي رسائل للمجتمع العراقي أنه إيران تزودنا بالكهرباء، فعليكم أن تقدموا أن تقدموا بالعرفان والشكر لإيران لأنها تعطينا الكهرباء، وكأن هذه الكهرباء تعطيها إيران للعراق مجانا وليس بمليارات الدولار تدفعها العراق من أموال العراقيين، وأن على العراقيين إزاء ذلك أن يعبروا بالشكر والامتنان لإيران لأنها توفر لهم الطاقة الكهربائية. الجميع يدرك أن الكهرباء هي عصب الحياة ومفتاح من مفاتيح النهوض والتقدم. أنت بواسطة الكهرباء تستطيع أن تشغل المصانع والمعامل المتوقفة، أن تخدم الزراعة، الخدمات، تحل قضية البطالة، تشغل الناس، الفقر، كل هذه الأمور مرتبطة بتوفر الكهرباء. هذه الكهرباء تساعد على تشغل المستشفيات بشكل كامل، العمل، طريقة العمل، طريقة التقدم، هذه جزء من الحياة الآن، هذه من أساسيات الحياة الكهرباء. الناس في كل الدول لا تتحدث عن هذه، لكن فقط في العراق المطالبة بالكهرباء والماء الصالح للشرب، وبالتالي إيجاد الحلول لمشاكل الفقر والبطالة وغير ذلك كله مرتبط بجانب منا بتوفير الكهرباء. ففضلا عن كل هذا، توفير الكهرباء عراقيا سيوفر على العراق اموال كان يستخدمها في الاستيراد، وهذه الاموال يمكن استخدمها في مشاريع اخرى للتنميه للنهوض بالعراق عندما تتوقف عن الاستيراد دفعها الى دول اخرى. هذا كله جزء من حلول اجتماعيه وجذريه في العراق ترتبط في جانب مهم منها في توفر الكهرباء. لذلك أن مشكلة غياب الكهرباء تتعلق باستمرار العملية السياسية وحكم الأحزاب الطائفية والأجيرة لإيران، ولأجل أن نعيد العراق، ينهض العراق،
لابد من إزاحة العملية السياسية، هذا يرتبط بهذا. تريد كهرباء، زيح العملية السياسية وزيح هذه الأحزاب التي تحكم العراق، لأن غياب الكهرباء مرهون بوجود هذه الأحزاب، بوجود العملية السياسية. بعد 17 سنة من الوعود الكاذبة، من الكذب على العراقيين، ما زال العراقيون بعد 17 سنة يرفعون لافتات تسمى بلغة التواصل الاجتماعي هاشتاغات تقول العراق بدون كهرباء، أين الكهرباء؟ يعني تقرأ هذا تستغرب، الذين لا يعرفون العراق يستغربون كيف هذا، وبلد مثل العراق بكل هذه الثروات ليس فيه كهرباء. أمريكا التي احتلته وقالت سنصنع منه تجربة يعني تدهش الآخرين، هذه هي الدهشة. وهذه المناسبة نذكر كل الأكاذيب، ومن ضمنها الأكاذيب حول توفر الكهرباء، من ضمنها كذبة حسين الشهرستاني، هذا أحد رموز هذه العملية السياسية البائسة، ورموز هذا الزمن الشاذ. كان نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة، قال في عام 2012 ستنتهي مشاكل الكهرباء، عام 2013 سنصدر الكهرباء من العراق إلى دول الجوار. الآن نحن في عام 2020 وما زالت الشعارات ترفع أين الكهرباء، نريد الكهرباء، والعراق يعني يريد. الآن الناس تخرج تطالب بتقليل ساعات قطع الكهرباء، لاحظ كذبهم ولاحظ. ومن المضحكات المبكيات أيضا يعني أن يخرج العراقي، أن يخرج متحدث باسم الحكومة وباسم وزارة الكهرباء فيقول أن سوء الخدمة الآن في هذه الأيام وهذه درجات الحرارة تتجاوز 50 بسبب درجات الحرارة وتزايد الطلب والأحمال الطاقة، وكأن قضية ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال قضية جديدة في العراق. هذه في كل صيف ترتفع درجات الحرارة، وهذا هو العراق، هذا مناخ العراق. وأي مشروع يقام في أي مشروع بأي شكل من الأشكال، عن الكهرباء، عن الزراعة، عن الصناعة، عن أي مشروع، عن الصحة، عن التعليم، يجب أن يدرس طبيعة المناخ وطبيعة الظروف المناخية ويضعها في اعتباره. فكيف تتحدثون بهذه الطريقة المهينة المعيبة التي تصادر عقول العراقيين، تستهزئ بعقولهم؟ هذه كذبة كبيرة. الخلاصة مرة أخرى أن العراق منذ 17 سنة ولحد اليوم لا يمكن إصلاحه، لا يمكن النهوض به ما دامت هذه العملية السياسية موجودة، ما دامت هذه الطبقة من أحزاب وقوى وميليشيات حاكمة للعراق ما دامت موجودة. تريد كهرباء؟ الخلاصة النهائية، تريد كهرباء؟ أزل هذه العملية السياسية وأزل هذه الأحزاب، لأن هذه الأحزاب وهذه العملية السياسية هي من تمنع عنك كل الخدمات ومن ضمنها الكهرباء. أشكركم وألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله.